جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. انصحونا لو تكرمتم فيما يخص زيارة القبور، هل المقصود المهاجرة إليها ولا سيما إذا كان المقبور من القرابة، أو أنه من ناحية التبرك؟ جزاكم الله خيرا. زيارة القبور مستحبة بشروط. الشرط الأول ألا تكون بسفر، يعني يسافر من أجل زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. السفر من أجل العبادة في مكان من الأمكنة لا تجوز إلا لأحد هذه المساجد الثلاثة، لا للقبور ولا لغيرها. الشرط الثاني أن يكون قصد الزائر هو الدعاء للأموات والاستغفار لهم والترحم عليهم والاعتبار والاتعاظ بأحوال الموتى. أما إن كان القصد منها التبرك بالقبور أو الاستغاثة بالموتى فهذه زيارة محرمة شركية لا تجوز، لا بسفر ولا بدون سفر. الشرط الثالث أن تكون هذه الزيارة للرجال فقط، أما النساء فإنها لا تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. النساء لا تزور القبور، وإنما هذا من اختصاص أو من خصائص الرجال. فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة فزيارة القبور زيارة شرعية فيها أجر من الله سبحانه وتعالى، وفيها نفع للأحياء والأموات. الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء لهم، والأحياء يستفيدون من الاتعاظ وتذكر الآخرة، قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. نعم.